حصن في ليل ونهار، حصن في ليل ونهار، درع من كل الأخطار، في كل دعاء نقرأه أجر من رب غفار. حصن في ليل ونهار، درع من كل الأخطار، في كل دعاء نقرأه أجر من رب غفار. رددها واقصد غايتها فهما بمعاني الأذكار. رددها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، حلقة جديدة من برنامجكم معاني الأذكار، يصحبنا فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرويين سابقا بالمغرب. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك. وبكم كذلك. الله يرضى عنك وسعداء بك. من أعظم ما يسأله العبد ربه أن يسأله العفو والعافية، وهذا موضوع حديثنا هذا اليوم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة هو الملاحظ في واقع الحياة كلها، من خروج الإنسان إلى رجوعه إلى مرقده في قبره، وفي الحقيقة يتعرض لكثير من الأمراض، يتعرض لكثير من قدر يتعرض إلى فقر، قد يتعرض إلى حرب، قد يتعرض إلى مجاعات، قد يتعرض إلى، يعني الحياة مليئة بالعقبات ومليئة بالأشواك ومليئة يعني بالابتلاءات. فالإنسان يبتلى ابتلاءات قد لا تخطر له بالبال، الله المستعان، سواء في ذاته أو في ذويه أو في ماله أو حتى في مجتمعه أو في من يحب. فلهذا سبحان الله العظيم، يعني هذا سؤال العافية لا يعدله شيء، سبحان الله. لأن في الحقيقة العافية إذا صاحبت الإنسان في حياته فهي من أعظم النعم. ما معنى العافية؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقيك جميع الشرور ويعافيك منها. فالإنسان الذي يزور المستشفيات مثلا ويرى أحوال المرضى وأنواع الأمراض التي تصيبهم، كانت هذه القضية عنده أساسية. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة رضي الله عنها: إذا أنا يعني أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قصدي أن العافية في الحقيقة ما لا يعتم بها شيء، لأن الإنسان إن بالعافية يسود دينك، بالعافية يعني تقضي مآربك، بالعافية تنام نومة هادئة، بالعافية تأكل أكلة هنيئة، يعني يفتح لك باب. لأن كثير من الناس الآن منعوا من كثير من الأكلات بسبب الأمراض التي يعانونها، وأنت قد يكون عندك الباب كله مفتوح، تأكل جميع الأكلات، تنام في أي لحظة يعني تشاء، ولا تحتاج إلى أي شيء، لا منوم ولا شيء. في الحقيقة يعني هذه الأمور لا يمكن أن تقدر بقدر، وإن كان الابتلاء يعني قد يصيب الإنسان ويثاب عليه، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. في الأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه رقة خف بلاؤه، وإن كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، حتى يتركه البلاء يمشي على وجرد وما عليه خطيئة من خطيئة. القصد هو لكن العافية أحب. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على الرجل وجده مثل الفرخ، فقال له: لعلك تدعو بدعاء. قال: نعم. قال: لماذا تقول؟
قال الله ما كنت معذي به في الدنيا في الآخرة في الآخرة فأعجله لي في الدنيا في الدنيا. فقال يا عذاب الله لا يطيقه لا تطيقه ها لا تطيق. قال ربنا إيش أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يعني اطلب سأل ربك هذا الذي يسعك أن تقوله اسأل ربك العفو والعافية. ويقول لي أنا الشيخ ناصر رحمه الله الألباني يقول التقى بهذا القصيم واحد كان من كبار الدعاة هنا في القصيم وانحرف في عقيدته وغادر إلى لبنان. هذا في زمان يعني الإعلام في زمان يعني الملك سعود أو الملك عبد العزيز وكذا. فلقي الشيخ ناصر في لبنان وهاجر إلى لبنان فسأله الشيخ ناصر إيش اللي حصل هو قل هيك إذا بعد تبقى يسأل ربك العفو والعافية يعني لا تبتلى مثل إيش ما بتوليت أنا. فالإنسان دائما يسأل لأن إذا يعني ممكن الإنسان الآن يكون على علم وعلى مستوى وعلى فإذا بعد بالله يكتب الله له الخذلان فينحرف في حياته إلى شيء آخر. نعم مثل الذي يشمت بالآخرين كذلك أو الذي يشمت. المهم أن يعني أنواع الخذلان في الدنيا كثيرة جدا. الله المستعان. إنسان قد يخذل في علمه قد يخذل في ماله قد يخذل في بنائه قد يخذل في واقعه قد يخذل في مهنته قد يخذل. فلهذا هذا السؤال هذا السؤال العافية في الحقيقة نعمة من الله أن يداوم الإنسان عليه أن يعافيه. فإذا عافاك الله تبارك وتعالى فقد في الحقيقة يعني جعل لك خير كثير. نعم نأخذ حديث شيخنا تفضل رضي الله عنه. عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. سبحان الله. وش بعد اليقين لم يعط بعد ما معنى اليقين؟ هو يعني كامل المعتقد. يعني ذاك اليقين بمعنى يقين في الله يقين في الرسول يقين في الآخرة يقين يعني اليقين هو ذاك يعني الصدق في المعتقد يعني عند الإنسان يعيش على اليقين. سبحان الله. ولا يعيش عليه لأن اليقين ضده إيش الشك. الشك وده تعالى. وكان عبد الأعلى التيمي يقول أكثر من سؤال الله العافية فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة فما يؤمن من أطاع المقام على معصية الله أطالة. أن يكون نعم أطال من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. نعم شوف هالكلمة أعيدها أحسن زين. يقول عبد الأعلى التيمي أكثر من سؤال الله العافية فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. ولو كان البلاء يجر إلى خير ما كنا من رجال البلاء إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. فما يؤمن من أطال البقاء فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. الله المستعان. طيب هكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. أحسن يدوم عليها الإنسان. نعم. وهذه المعنى العام يعني الإنسان ما الذي ينبغي أن يستحضره وهو يسأل الله العفو والعافية في ماذا؟ يستحضر يعني كامل تمام العافية
يعني أنت إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك سما من عافية في جسمك وأعطاك سما من عافية في مالك وأعطاك سما من عافية في علمك وأعطاك سما من عافية في سلوكك وأعطاك يعني العافية لا نهاية لها. يعني أنت لما يعني الله تبارك وتعالى يعافيك فهذا فقد نجوت فضل من الله تبارك وتعالى. نعم يعني إذا الإنسان يعني عافاه الله تبارك وتعالى حتى كان آخر كلامه لا إله إلا الله عفية من الشرك وعفية من البدع وعفية من المعاصي وعفية من الموبقات. يعني تصوري إنسان مثلا يعني قد تمضي عليه مثلا السنون وما كتب الله عليه معصية سبحان الله هذه عافية عظيمة الله أكبر. يعني ممكن الإنسان الله تبارك وتعالى يجعل له عمر نظيف يعني في صغاري وفي شبابي وفي كهولتي يحفظه وفي شخوتي يحفظه من المعاصي ومن كذا. شوف الآن الإنسان ممكن الآن لو قارن نفسه بواقعه الآن الذي يعيش فيه كم يجد نفسه في عافية. يعني الإنسان مثلا كثير الآن الناس الآن تشوف يعني كبير السن وتجده إيش يدخن مبتلى مسكين وقت تجده مثلا يشرب أكثر من ذلك وقت تجد الإنسان. فلهذا يعني من أدعية سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه الذي استجاب الله دعاءه في أحد الذين اتهموه في قضية أيام عمر فدعا عليه سعد قال اللهم ابتليه بكثرة البنات وابتليه بالفتان وابتليه بطول العمر الله. فكل الدعوات نفذت فيه فكان وصل يعني في سنه إلى يعني حتى كان إذا أراد أن ينظر رفع حجب يعني وكان يتسقط النساء في الطريق فكان يقول أصابتني دعوش دعوة سعد دعوة الرجل الصالح. يعني في آخر حياته يعني كان إذا أراد يعني سقط جفناه من كثرة الكبار يعني نفذت في دعوة سعد ومع ذلك يتسقط النساء. القصد هو أن الإنسان يعني إذا الله تبارك وتعالى أكرمه بالطاعة وكرمه مثلا بسلامة يعني شوف الآن لو تقارن نفسك مثلا بأي مجتمع من المجتمعات مثلا الغربية أو الخارجية ولا الداخلية ولا أي يعني واقع من الواقع تجد نفسك أنت بعيد. يعني تجد نفسك في المسجد أو تجد نفسك في القرآن أو تجد نفسك في العبادة أو تجد نفسك في شيء طيب وتجد أكلتك من الحلال لا تجد مثلا لقمتك يعني من حرام من ربا من غش من كذا. فيعني نعم. يعني ما يعني العافية لا تقدر بقدر وهي يعني كثير يعني ربما قد هذه الكلمات قد لا يجد الإنسان لنفسها فهم ولكن هي في الحقيقة عميقة وكبيرة لأن العافية هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني لو عافاك الله تبارك وتعالى من أي معصية يعني من أعظم المعاصي. نعم. إذا عافاك الله من الزنا وعافاك الله تعالى من اللواط وعافاك الله تبارك وتعالى من السرقة وعافاك الله تبارك وتعالى من الكذب وعافاك الله تبارك وتعالى من النميمة وعافاك الله تعالى من الغيبة وعافاك الله تعالى من الزور وعافاك الله تعالى من البدعة. شوف الآن لو تقارن نفسك غير بالبدعة يعني قارن نفسك غير بالذي يحدث في المواسم. يعني الآن أنت الآن كم عندك من المواسم ماذا يقع في هذه المواسم والله سبحانه وتعالى نجيك منها مواسم بلا حد ولا حساب مواسم عاشوراء مواسم كذا مواسم كذا مواسم كذا المواليد والضرب والمواليد والضرب على الصدور يعني مواسم كثيرة. يعني يعني أنت الله تعالى اختارك وجعلك بعيد عن هذا يعني أجواء كثيرة 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 جدا جدا لو تضع لها لا تنتهي. يعني عدد الرمل يعني الأجواء السيئة الموجودة يعني الناس التي تبات في المراقيش وتبات في يعني في المضاعر وتبات في دون القمار وتبات في وانت الله تعالى اصطفاك وأبعدك عن نعم. هذه. ففي الحقيقة العافية يعني شيء نعم. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية والسلامة والحفظ والأمان. شكرا صاحب الفضيلة على ما قدمت وأثريت. ألتقيك في لقاء قادم بإذن الله. شكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. أسأل الله لي ولكم وللمسلمين والمسلمات العفو والعافية. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهما بمعاني الأذكار
رددها واقصد غايتها فهما بمعاني الأذكار، فهما بمعاني الأذكار.